مشاهديني ومشاهدين قناة الصحة والجمال، أهلا بيكم في أولى حلقات برنامج حواديت هوانم. رجعت لكم في فقرات جديدة وبرنامج جديدة وضيف جديد معايا النهاردة، الشيف أحمد نبيل. اهلا نورني. وسهلا بحضرتك فعلا. أول حاجة عرفني بنفسك وإزاي بدأت وحضرتك منين؟ انا عن نفسي انا اسمي احمد نبيل من محافظة المنيا. بدأت في المهنة دي من وانا في سنة اولى فندقية، فبدرس في الفندقية 5 سنين في طب المنيا وسنك حاليا الجديدة. كام؟ حاليا عندي 19 سنة، بقالي 4 سنين شغال في المهنة دي. اشتغلت في فنادق كتير، تعمقت في المجال، اشتغلت دخلت اخدت كورس في أكاديمية كانت فاتحة عندنا في المركز تبع محافظة المنيا. الأكاديمية دي متعاقدة مع لوكال الأسبانية، وبدأت أحب واو ما شاء الله. الحلواني. بعد كده أخدت الكورس لمدة 6 شهور وربنا كرمني يعني، واجتزت فيه التخصص اللي أنا حبيته، كملت فيه اللي هو الحلواني يعني هو انت اساسا من يعني من سن يعني من سن صغير وانت في من المدرسة أولى ولا؟ ثانوي وأنا بدأت في المجال. اه عامة اوكي أنا كنت تمام. حابب الطبخ، بس الحاجة الوحيدة اللي ميزتني أكتر ولقيت نفسي متميز فيها هي الحلواني، اه علشان كده كملت فيها وسافرت واشتغلت في مرسى علم وفي كذا فنادق كتير يعني. ان شاء الله. طب انت هتأكلني النهاردة؟ النهاردة هنعمل لحضراتكم كيكة البسباسيتو، كيكة كويسة جدا وفي كتير ناس كتيرة بتفكر فيها. لو عايزة تعمليها حاجة سهلة جدا طب والريسبي بص انا عندي بتاعها مش سؤال بس، كتير. انا اسفه تحت على أمرك. المقاطعه. انا في عندي مشكله دايما لما باجي اعمل الكيك او انا او اي حد عموما، يعني في اسباب لفشلها وفي يعني مليون طريقه، بدخل على اليوتيوب الاقي مليون طريقه، والاقي دي بتعمل ببيض، لا احنا هنشيل البيض، لا مع يعني بلاقي مليون طريقه. انا عايزه طريقه واحده موحده بس هي اللي اعمل بيها. وغير كده انا كل ما بعمل الكيك في يعني انا حلقتي النهارده يعني حابه اتكلم فيها وحبيت ابدا بكده عشان اعرف الناس ان مثلا هي بتفشل ليه، وعايز اعرف انا ليه كل ما بعمل الكيك وكده يعني انا بيهبط. عملتها في مره ويعني لقيتها كده بتتشقق من النص كده ومش عارفه بيحصل كده حاجات غريبه، فانا عايز اعرف ايه هي اصلا يعني انا بعمل ايه غلط عشان ده يحصل، او في هل مثلا مكون ناقص او في مثلا حاجه ناقصه، اصل ما فيش مصداقيه في اليوتيوب شويه. يعني انا فعلا بدخل على اليوتيوب الاقي مليون طريقه، الاقي حد كتير بيتكلم، الاقي دي عامله، لا الاقي كتير جدا يعني الاقي طريقه كتير، طرق كتيره على اليوتيوب، فانا عايزه طريقه واحده بس وهي الطريقه دي تنفع وتحل، ويعني عايزه حاجات تكون بمكونات بسيطه ومكونات يعني عشان برضو سوء الاحوال الاقتصاديه اللي في البلد، تمام. وعايزه برضو يعني حاجه تكون كويسه وما تفشلش ويعني تكون كويسه بمنظر كويس هو وكده. عامة الريسبي بتاعنا اللي هو المقدار بتاعنا النهاردة سهل جدا وفي متناول الجميع، ومش هقول لك مثلا هاتي محسن انجاتو وتروح عند العطار على وحاجة. فكره في مال فعلا مشكله اليوم بيقولوا برضو الحاجات اللي انت بتقولها دي، وانا اصلا مش عارفه هي بتتجاب منين، او مثلا مش انا مش عارفه ما عنديش المكونات دي. ف الكيك بتاعنا النهارده مش هنضيف له محسن اصلا خالص، وهتشوف حضرتك هيبقى رافع معانا ازاي كل حاجه طبيعيه. وكل حاجه تمام. كل حاجه موجوده في البيت، الدقيق في البيت، البيض موجود بتشتريه من السوبر ماركت مش محتاج، الزيت موجود في البيت، السكر نفس الكلام. اول حاجه هنعملها مع بعض هننزل البيض بتاعنا 7 بيضات وهنزل بالسكر. سبع في بيضات الحته دي بقى ان انا ازاي بيفشل الكيك، بيبقى فيه فشل عندي. بيفشل ازاي؟ لما انا بضرب الكيك كده اهو، عامة ستات البيوت بيضربوه كده اهو وبيجي هضربه نازلين معايا بباقي اصلا. المكونات، باقي المكونات تمام، وبيقفوا لحد كده وبيدخلوها الفرن. انا لازم اضرب الكيك ده كتير لغاية ما القوام بتاعه يبقى كريمي، لغاية ما يرفع معايا البيض والسكر بيندمجوا مع بعض يبقوا مزيج واحد، اوكي يبقى حاجة اسمها سبايون. حاجة اسمها ايه معلش؟ حاجة اسمها السبايون، اوكي المصطلح بتاع الكيك والبيض والسكر لما بيرفع مع بعض بنسميه كده عامة في الفنادق أو في أي مكان. لازم القوام بتاعه معايا يبقى كريمي لغاية ما يرفع. طيب حاجة بسيطة، لو عايزين تعملوا مداخلات معانا أو تكلمونا على الهوا هتتصلوا على الأرقام اللي هتظهر لكم على الشاشة، ومستنية مداخلاتكم ومناقشاتكم معانا على فشل الكيك، عشان برضو يعني الموضوع برضو يعني فاهم انت لما يعني تكون عايز تعمل حاجة في البيت ومكون فعلا بسيط وتلاقيها بتفشل كل مرة. يعني انا من اكتر الحاجات اللي ما بعرفش اعملها هي الكيك طبعا، وكل كل شويه ادخل المطبخ بقى وكده واقول هعملها، وفي مره يعني قلت بقى هعملها وهتظبط معايا وكده،
والاقيها بتتشق كده من النص وحاجات كده بتحصل فظيعه. دي بتفتح عليها الفرن وهي شغاله وهي ايوه انا بعمل كده فعلا. هو ده الفشل اللي هو الوحيد اللي لازم تسيبيها، واول ما تدخل الكيك بعد ما تستوي تاكد انها استوت بتشوفيها بالسكينه، ده طريقه اي حد عارفها، او بتحط صباعك عليها لغايه ما ترفع. سؤال، طب ما انا انت بتقول لما بفتح عليها كتير و بفتح عليها الفرن كتير وهي بتعمل، طب ما انا هعرف ازاي الناس تستوي؟ انت بتقول حطي صباعك، ما انا كده هفتح ليها وقت معين. وقت قد ايه بقى؟ من 10 ل 12 دقيقه. 10 12 دقيقه ده من اول وقت ما بين من بعد ال 10 دقائق تبتدي تبص عليها وتشوفيها بالسكينه. دي اسهل طريقه لست البيت، مش عايزه تشوفيها بالسكينه، ممكن برضه تحط صباعك عليها. لو الكيك رفع معايا بيبقى كده كده استوت، لانها زي السفنج كده. هي مشكله ان هي بتفضل ترفع 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 لحد ما بتبتدي تقوم تقوم انت فاتحه باب الفرن بقى يقوم هابط. اوكي، هو ده برضه لازم تسيبي تسيبها في الفرن حوالي من 3 ل 4 دقائق تكون هديت معاك. اوكي تمام. وزي ما حضراتكم شايفين البيض والسكر معايا بقى حاجه القوام بتاعه كريمي جدا ومتضرب كويس. وبعد كده بنزل بالزيت زي الخط كده اهو، زي طريقه عمل المايونيز بالظبط، ان احنا حلوانيه يعني مالناش في السلطات. وبنزل بالزيت بتاعي برضو لغايه بضرب فيه مع البيض والسكر لغايه ما يندمجوا مع بعض كده اهو. طبعا مديله الفانيليا بتاعتي، لو الفانيليا سايله بتبقى نص معلقه شاي، عشان زياده الفانيليا بتمرر دي مش في طعم. انت قلت ايه؟ انت قلت احط الفانيليا مع البيض. اوكي، لو فانيليا سايله اللي هي الفانيليا السايله دي بتبقى نص معلقه شاي، يعني احط نص معلقه شاي. لو فانيليا اللي هي الباكت بتبقى 2 باكت. اوكي، 2 باكت فانيليا. طب هو احنا ممكن ننزل بالمكونات طيب جاهزه؟ طب اوكي تمام. طيب ينفع انت تقول طيب المكونات؟ المكونات بتبقى 7 بيضات، 220 جرام سكر فيما يعادل كوبايه سكر، 130 جرام من الدقيق بيبقى برضو حوالي كوب دقيق او شويه كمان، بياخد نص كوبايه كاكاو، بياخد ربع كوبايه زيت تمام، والبيكنج باودر نص، لو باكت بيبقى نص، لو ما عندك لو عندك بيكنج باودر اللي هو السايب بياخد برضو كمان نص معلقه تمام. كده ضربنا البيض والسكر ونزلنا بالزيت في الاخر. يعني دي طريقه عمل الكيك عموما، مش طريقه عمل الكيك البسيطه بس. اللي هو الكيك العادي ممكن تطبعيها على اي حاجه تاني، مش شرط كيك البسبوسه. والتورت بقى وكده ممكن اطبقها عليها؟ ممكن تعملي بيها تورت عادي. اوكي، يستحسن برضو لو عايزه تجيب المحصل الانجاتو ده، برضو بيبقى حاجه كويسه مش وحشه برضو. وبنزل كده ضربت البيض والسكر والزيت معايا. أوكي، بنزل بقى بالدقيق وبنزل عليه بالكاكاو. بنزل بالدقيق والكاكاو مع بعض وبقلبهم كده، ومعاه البيكنج باودر. في اي ريسبي بتلاقي فيه لازم يكون البيكنج باودر مع الدقيق، لازم الاثنين يتخلطوا ببعض، لازم الاثنين يتخلطوا ببعض، السوائل لوحديها والحاجات دي لوحديها تمام. اوكي، بنزل بقى كده اهو. طيب اوكي معانا، طب ناخد اتصال تليفوني. طيب اتفضلي. الو، ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اتواصل مع الشيف لو سمحتي؟ طبعا اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه ازيك يا شيف؟ ازيك، اهلا بيكي ام عمر. ايوه حبيبي، اهلا وسهلا يا شيف. اهلا وسهلا. ايوه تحت امرك، نورتيني اختي. ربنا يخليك ام عمر. ربنا معاك يا رب. ربنا يخليك يا رب. يلا يا حبيبي، مع السلامه. شكرا يا جماعه. عايزه اقول حاجه، لو حابين تتواصلوا معانا او عندكم موهبه ممكن تتصلوا على الارقام اللي هتظهر لكم على الشاشه، وهترسلوا المعدين بتوع البرنامج، وممكن تكونوا ضيوف من اسره برنامج حواديت هوانم. تمام كده، انا نزلت خلصت الكيكه بتاعتي. بنزل بالدقيق شويه شويه لغايه ما يدخل جوه الكيك. مبدئيا كده انا ريهام عباس، عندي 16 سنه،
طبعا كله مستغرب من سني طبعا. حكاية برنامجي هو حدوتة جديدة، كل يوم هنتكلم عن حدوتة، كل يوم خميس هنتكلم عن حدوتة جديدة، حدوتة في الطب، حدوتة في الموهبة، في المطبخ، حدوتة جوه كل بيت. أي حد عنده موهبة، عنده موضوع، عنده مشكلة، هيتواصل مع البرنامج، هتتراسلوا مع صفحتي، هتتكلموا معايا، هترسلوني طبعا على الأرقام اللي عليكم، اللي هتظهر لكم على الشاشة، هتعملوا لي مداخلات كل حلقة إن شاء الله، وكل يوم خميس الساعة 10:30. هطلع فاصل صغير وهرجع تاني أكمل مع الشيف أحمد نبيل. مشاهديني ورجعت لكم بعد الفاصل، ولسه مكمله معاكم في فقراتي، وجات لي رساله مهمه جدا وحابه اناقشكم فيها النهارده. من اهم الامراض اللي بنتعرض لها في الشتاء وهو مرض البرد، ومن اهم الاعشاب الطبيعيه اللي استبدلوها من زمان، ممكن نستبدلها في حياتنا ونعالج بيها امراض كتير، وهو النعناع. يعتبر النعناع من اهم النباتات اللي موجوده عندنا في كل بيت. اي بيت بتخشه يعني ندخل فيه بنلاقي فيه نعناع. طبعا بيحتوي النعناع على اهميات كتير وفوائد كتيره جدا، اهمها طبعا مكالمه في مكالمه. طب اوكي تمام، معانا اتصال تليفوني. مين؟ الو الو، صباح الو، الخير. صباح النور. صباح النور. ألف مبروك يا رهاب. الله يبارك فيكي. ألف مبروك، ألف مبروك، يجعلها حلقة جميلة وإن شاء الله ربنا يخليك تدولي يا رب. إعجاب الجماهير كلها. ربنا يخليك. ألف ألف مبروك. ربنا يخليك. مين؟ الله الله عليك. أنا عايزة أسأل بس الشيف حضرتك مي. سؤال. مي مي، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أستاذ أحمد معايا، ألف مبروك ليكوا الحلقة، ألف ألف مبروك. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. حضرتك انا بعمل الكيكه احيانا على طول وبتبوظ مني بصراحه كده. ده اللي كنت بتكلم فيه دلوقتي، كنت بتكلم فيه وبقول ان هي بتتشقق و لازم يعني تعلى تعلى بقى كده، هوب تقوم عامله خطين كده في النص، مش عارفه ليه دي السبب. بتشقق بتشقق كده من النص. لانك حضرتك مش البيض مع السكر مش بتدمجيه كويس، لازم تتضرب كويس، ويستحسن لو عندك مضرب في البيت. صح، كلنا بنضرب يعني. يعني انا ببقى ظابطه المكونات وكله، بس يبقى عمليه الضرب هي اللي عامله كده. عمليه الضرب، ولما لو فتحت عليها الفرن واثناء ما بتستوي. معلش انا اسفه جدا، شكرا. تحت امر حضرتك، نورتينا. الف مبروك. تحت امر. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنا بنتكلم عن اهميه النعناع وفائدته الكبيره في حياتنا وبالذات في الشتاء. ناس كتيره جدا يعني بيقولوا ان النعناع احنا ممكن مثلا لو تعبانين او عندنا الم في البطن بنقوم شاربينه. وكمان ناس يعني كتير قوي بتنصحني ان انا لما يكون عندي برد اشربه. وكمان في معلومه مهمه جدا يعني قريت عنها من فتره، ان انا مثلا لو عندنا طفل صغير بيعاني من الم اثناء فتره التسنين، بينصحوا ان هو يشرب النعناع لتخفيف طبعا الم التسنين. وطبعا يعني النعناع من اكتر الاعشاب النباتات الامنه للانسان. وطبعا ناس كتير جدا يعني بيحتوي النعناع على 75 سعره حراريه اعتقد. ده غير ان انا كنت في جروب من فتره وداخله في الجروب دون، هو جروب لتنزيل الوزن، بيتكلموا فيه عن كل حاجه الا النعناع، مش جايبين ولا فايده للنعناع نهائي، ومش بيستعملوه ولا في يعني في تنزيل الوزن، لانه اصلا سعراته الحراريه قليله. وممكن نستخدمه كمان لو انا كمان يعني بتابع حميه غذائيه صح، ممكن استعمل فيها النعناع. يعني ناس كتير قوي اليوم بيبصوا للقهوه وبيقولوا ان هي مفيده للجسم، بس انا شايفه عكس كده خالص، ان النعناع من اكتر النباتات اللي هي امنه لجسم الانسان. طبعا عندي تاني حاجه، نبات هو مش نبات قوي يعني، هو مشروب مهم جدا برغم ان معظمنا مش بيحب المشروب ده نهائي، وانا واحده منهم اساسا. انا مش بحب المشروب ده خالص يعني، انا عايزه اقول لكم. وهو طبعا العرق سوس. العرق سوس يعني يعتبر يعني سبحان الله، زي ما بيقولوا يعني دايما الحاجه اللي احنا مش بنحبها بيطلع فيها فوائد كتير جدا يعني.
طبعا من اهميه العرق سوس انه طبعا بيحل المشاكل بتاعت الجهاز التنفسي، وطبعا يعني ليه فوائد كتير جدا، بس انا بصراحه مش عارفه يعني، مش عارفه يعني انا اصلا يعني ما اعتقدش حد هيشربه عشان مثلا هو يكون بيعاني من مرض يقوم جايب العرق سوس ويشربه، بس هو ليه فايده كبيره جدا، هو بيساعد على المشاكل الجهاز التنفسي عند الانسان، ده غير انه بيحتوي على عبده المنيري. معانا اتصال تليفوني، عبده المنيري. الو، صباح الخير. صباح النور. حبيت اصبح على حضرتك واصبح على الشيخ احمد نبيل، بس ولد عبده خلف معايا. اهلا وسهلا عبده، عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ نورتني والله باتصالك. من نجاح لنجاح يا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. عبده انت منين؟ سلام الاسليم. ايه يوصل يا حبيبي؟ انا من المنيا. من المنيا، اهلا باهل المنيا. ابن خالي والله. ربنا معاك يا رب ودايما في نجاح يا رب. ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك يا احمد حبيبي. شرفتني باتصالك، شرفتني. نرجع تاني في الحوار بتاعنا، وهو العرق سوس، وقلت طبعا زي ما قلت فايدته ليه فايده كتيره، بس ما اعتقدش ان في حد يعني بيشرب العرق سوس اصلا كتير، يعني الا 5 6 في مصر هم اللي بيحبوا العرق سوس بس. ففي حاجه مهمه جدا عايزه يعني انتقل ليها، وهي طبعا الشيف احمد نبيل. انا نسيت اصلا الشيف احمد نبيل، نشوف هو عمل ايه. عملت النهارده كيكه الديسباسيتو، واديتها طبقه من الشوكولاته. الشوكولاته اللي هي مكونات الشوكولاته ايه؟ مكونات الشوكولاته اللي هي النوتيلا، لو مش عايزه النوتيلا ممكن تعملها. طب سؤال معلش، اصل النوتيلا، النوتيلا دلوقتي احنا لسه متكلمين دلوقتي في اول الحلقه على سوق الاحوال الاقتصاديه عندنا في مصر، وقلنا ان برطمان النوتيلا اصلا عامل تلاقيه 80 جنيه ولا اصغر واحد عامل 40 جنيه. طيب يعني انا هجيب برطمان نوتيلا ب 40 جنيه عشان اعمل كيكه؟ عايزين نحل مشكله النوتيلا بقى، نعملها في الشوكليت. البيت. طيب انا في عندي مشكله دلوقتي، احنا لما بنيجي نعمل الشوكولاته بنجيب عادي كاكاو، بنستعمل المواد اللي هي تمام. العاديه، اوكي تمام. دايما تلاقيه اللي هو كسائل كده، بس مش هينفع يتحط على اي كيك خالص. لا احنا نعمل ايه؟ احنا معانا مقادير النوتيلا، نعمل ايه؟ نعملها ازاي اصلا؟ طيب المقادير طيب المقادير على الشاشه دلوقتي هتظهر لكم، ممكن تقولها؟ طيب ده غير مقادير النوتيلا، كوبايه الكيكه الكيك معلش، دي مقادير الكيك. اوكي ينفع نقولها تاني؟ مقادير الكيك، مقادير الكيك بتبقى 7 بيضات، 7 بيضات، 220 جرام سكر، ربع كوبايه زيت اللي هو معادل 50 جرام زيت، ونص معلقه بيكنج باودر، فانيليا نص معلقه زي ما قلنا، معلقه شاي عشان ما تمررش معانا. عباره عن بس هو كده مقادير الكيك. طيب دي مقادير الكيك. طيب انا عايزه اتكلم، طيب كنت بتكلم عن عايزين نعرف النوتيلا بتتعمل ازاي. النوتيلا النوتيلا اصلا يعني انا كنت في فتره في مول صغير كده بشتري حاجات وكده، وسالت على سعرها، لقيت اللي هو البرطمان الكبير، مش عارفه هو الكبير قوي ولا بس ب 80، واللي حضرتك اصغر برطمان منه 40 جنيه. معلش معانا اتصال تليفوني، مين؟ عبد الناصر. الو. الو عبد الناصر. الو اهلا بيك. ايوه اهلا. شيف احمد ازيك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا شيف. من الشيف عبد الناصر معاك، من احدى الشيفات اللي اتعلمت منهم الشيف عبد الناصر، كنت شغال معاه في فندق في الغردقه. الله ينور عليك، ربنا يكرمك يا شيف. انت منور الشاشه وبتعمل حاجات حلوه، الله ينور عليك. ربنا في حاجه تحب تضيفها معانا بما انك شيف بقى؟ الشيف بتاعي مش اي في حاجه تحب تضيفها؟ مفيش حاجه. مش طيب. اي شيف. الشيف احمد يعني، الله ينور عليه، انا شايفه. ربنا يكرمك يا شيف، شرفتني باتصالك والله. طيب نرجع للموضوع بتاعنا، وهو على فكره انا كل ما تيجي تتكلم في موضوع النوتيلا الاقي اتصال جديد بيدخل معايا. طيب انا كنت عايزه اتكلم في موضوع النوتيلا. عايزين نعرف النوتيلا بتعمليها ازاي في البيت بمقادير موجوده في كل البيوت، وما تطلعش سايله، لان انا برضو دي مشكله كبيره جدا، انا باجي اعمل النوتيلا والاقيها طالعه سايله معايا، وبضطر بصراحه ان انا ارميها، ودي حاجه مستفزه جدا يعني. لا طبعا حرام فعلا الخامات دي تترمي. مش عارفه هي عباره عن كوبايه من اللبن، وكوبايه سكر بودره، وكوبايه من الكاكاو، ونص كوبايه زيت. مقادير ولا هي بقى بالجرامات، تقول لك مش عندي ميزان،
ومقادير سهله جدا وموجوده في كل البيوت. لو مش عندك سكر بودره هتضربي شويه سكر في الخلاط هتعرفي تتصرفي. تمام. مش مستاهل. تمام. هتنزلي في الاول في الخلاط برضو عادي مش محتاجه مضرب. هتضربي اللبن مع السكر لغايه برضو ايه ما يتماسك مع بعضيه، وبتنزلي بالكاكاو، وفي اخر حاجه الزيت. هتلاقي قوامها زي قوام النوتيلا بالظبط. طيب المقادير نزلت على الشاشه؟ لا مش مهلها لك دي. مفيش. اوكي تمام. طيب انا في حاجه مهمه جدا كنت عايزه اتكلم عليها، وهي ان المرضى اللي هم بيعانوا من مرض سكر مثلا، او بيعانوا من يعني ما ينفعش ياخدوا زيوت ولا ياخدوا سكريات كتيره، فايه هو الحل، ايه البديل لكده، وهل في منتج ممكن استبدله بكده او مثلا في كذا حاجه لمرضى السكر، زي مثلا كذا ايتم برضو متاح فيه كميه السكر قليله فيه. كذا ايتم هو حاليا انا مش محضره، بس كذا ايتم كويسين جدا. لو تواصلوا معايا برضه هبعتها لهم وهرد على اسئلتهم كلها بالنسبه خلاص. لمرضى السكر. تمام. طب ممكن نقرب الـ 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 الكاميرا من ده الحاجة. كيكه الديسباسيتو بعد ما خلصت عملتها ازاي بقى؟ الكيك بتاعي بعد ما طلع من الفرن انا صابب طبقه صغيره خالص في القالب، علشان لما بتدخل الفرن بترفع معايا. فاديتها طبقه من اللبن مع الشوكولاته، سقيتها بيها، سقيت بيها الكيك كده اهو، وبعدين اديتها طبقه من الشوكولاته النوتيلا او اي شوكولاته قابله للدهن. تمام. وبعد كده اديتها طبقه من الكريمه المخفوقه اللي هي الكريمه اللباني، وبديتها 200 جرام كريمه مبشوره شوكولاته مبشوره مع بعض. تمام. طيب هو في اتصال تليفوني، انا اسفه جدا معلش انا اسفه للمقاطعه، معايا اتصال تليفوني. ام محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، حضرتك منين؟ ام محمد محافظه المنيا، اخت الشيف احمد نبيل. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، منور الشاشه يا شيخ. ربنا يكرمك، ربنا يخلي لك اولادك وتشوفوا محمد حاجه كبيره باذن الله. يا رب يخليك يا شيخ، منور الدنيا والله. ربنا يكرمك. تحبي تشاركينا في حاجه في البرنامج؟ يا رب يخليك. انا كنت عايزه اسال الشيف احمد بس على حاجه معينه يعني. اتفضلي معاكي. لو سمحت يا شيف، ليه الكيكه لما بعملها بتهبط مني، بتبقى مش عاليه كده؟ ده سؤال حلقتنا. لسه مجاوبه ام محمد على السؤال ده وهو قايل لك عليها قبل كده مش كمان. عارفه مي تقريبا اتصلت. تفتح الفرن. مريم. مريم. تفتح عليها الفرن. تمام يا شيف. تمام. تمام يا شيف. ربنا معاك يا شيف، وان شاء الله تشرف الدنيا كلها ان شاء الله. ربنا يكرمك، ربنا يخليك يا رب. تمام ماشي. نرجع طيب لبقيه المكونات. المكونات اديتها كمان اللي هو ال 200 جرام كريمه مخفوقه اللي هي الكريمه اللباني، وعليها 200 جرام شوكولاته مبشوره دمجتهم مع بعض، ونزلت بيها بكيس الحلواني من عندي، مش شرط بالفيلا، لازم ممكن يكون كيس عادي، ودهنتها بيه. واخر طبقه كريمه الشانتيه مع الكريم الشانتيه. معلش انت بتعمل ازاي؟ اتفضل. الكريم الشانتيه عامه في ناس بتحب تعمله بلبن، وفي ناس بتحب تعمله بميه، ميه ساقعه. ايه الفرق؟ معلش الفرق ان هي بتدي تيست مش اكتر. في ناس فاهم ان هي لازم تتضرب بالكريمه باللبن، لا طبعا مش مفيش اي فرق، هي اللبن بيدي تيست وبيديها قوام كمان. تمام. نورتني النهارده، ربنا يخليك يا استاذه. اوكي. تمام. بديها اخر طبق الكريمه الشانتيه مع الكريمه الشانتيه مع الشوكولاته برضو، بديها هلا، وبديها من فوق اي جرنش سوداني شوكليت زي كده، ورد عجينه السكر برضو، مفيش اي مشكله. وكيكه سهله وبسيطه جدا، وممكن تعملها في عيد ميلاد، في اي مناسبه هتناسب حضرتك في اي وقت. منورني النهارده على فكره. اهلا وسهلا جدا بحضرتك يا فشام، ربنا يخليك. وكنت عايزه اكمل بقيه فقرتي واتكلم عن، كنت بتكلم عن فائده النعناع، وقلت العرق سوس. في معلومه بسيطه، لو انا هستخدم النعناع للاطفال ما ينفعش ان يؤدي لاي اعشاب للطفل الا بعد 6 شهور، لان في الفتره الاولانيه طبعا بيبقى الطفل معتمد على لبن الام طبعا، فلازم من ضروره 6 شهور ابتدي الطفل ياخد الاعشاب الطبيعيه. في مشكله قابلتنا، بعتولي على الصفحه مشكله، وهنتواصل طبعا معاكي بعد البرنامج. وطبعا برنامج حواديت هوانم بيرحب باي حد. طبعا مشكله، وهنتواصل بعد البرنامج ان شاء الله. كان معايا الشيف احمد نبيل، منورني النهارده. انا كان نفسي ادوق والله، بس مش عارفه مفيش معلقه او اي حاجه. بعد اذنك يا استاذه، انا كنت حابب اوجه الشكر لوالدي ولوالدتي، لانهم بجد فعلا بفضل دعواتهم
هم اللي خلوني وقفت في المكان اللي انا فيه ده، وصلت المكان اللي انا فيها دي، ده بعد دعائهم وفضل بعد ربنا ودعائهم ان شاء الله. اوكي كنت معاكم النهارده في برنامج حواديت هوانم، بجد يعني وحشتوني جدا، وحشتني القعده قدام الكاميرا. اشوفكم يوم الخميس الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 10:30 قناة الصحة والجمال. لو عايزين تتواصلوا معايا ومع البرنامج هتتواصلوا مع الأرقام اللي هتظهر لكم على الشاشة. أشوفكم الحلقة الجاية.